حلو كلامك يا حبيبتي، طالما فهمتي واستوعبتي اللي احنا فيه يبقى خلاص لازم نغير من طريقتنا ونتصرف بطريقة تانية عشان الحياة تبقى حلوة. غصب عني يا زينب. أنا عارفة أنه غصب عنك يا حبيبتي، وعارفة أنه مشاعرك هي اللي بتحركك. أنا لو كنت مكانك كان ممكن أعمل كده وأكتر، بس الحمد لله أن أنت جنبي وأن أنا جنبك، والحمد لله كمان أنه حسن جنبك وعارف يتصرف. خليكي جنبي يا زينب، أنا تعبت، أنا ساعات كتير قوي بحس أن دماغي دي عاملة زي الفرن، ببقى ساعتها عايزة أهد الدنيا كلها. كل اللي بيجي في بالي ساعتها أن أنا ببقى عايزة أقطعها بسناني. لما تجيلك الحالة دي كلميني. أيوة يا رتال، كلميني وتعالي نقعد نحكي مع بعض. صرخي، زعقيلي، اعملي اللي انتي عاوزاه، أنا في النهاية أختك وانتي حبيبتي، أنا هعرف أستحملك، ولو الدنيا دي كلها ضاقت قدامك هتلاقي قلبي وحضني مفتوح لك. يسيعك انتي وسيع كل اللي انتي بتحبيهم، مش خاطري لتاني، أنا أختك حبيبتك جنبي. طيب الدنيا هتبقى حلوة. بما رجالة، اللي انت عملته ده هو عين العاجل. عملته غصب عني يا مروان، كان هيل عليا موت نفسي قبل ما اسلمها. المهم رتال اخبارها ايه؟ مش طايقة تشوفني. جرب انت منها شوية شوية هتفهم اللي انت عملته ده هو الصالح. انت مالك؟ فيك حاجة؟ بفكر في اللي جاله عادل. انت شايف ايه؟ عادل دي انا هاخد على نار هاديه. انا كنت هقول لك كده. يعني انت ما عندكش مانع ترجع للبنى؟ لا طبعا. ايوه انا مش عايزها ومش طايق اشوف وشها تاني، بس لو المصلحه تحكم ما عنديش مشكله، ولو اني متاكد ان ده حجر بيرمي عادل عشان يشوف اخرك ايه. عادل ده مش سهل. عصام ما فيش اخبار عنه؟ قالت لي دلوقتي دماغه مسحوله بعد ما خسر مكانته، كل اللي يهمه دلوقتي انه يرجع زي الاول واكتر. قالت لي دلوقتي بيتفق مع عادل. يلا على فين؟ هرد الزياره، مش الاصول بتقول كده؟ يا فتحي شايل طاجن ستك ليه؟ كاتب لي على الفيسبوك فير فيري ساد. انت ساد ليه يا بيبي؟ لا ما فيش حاجه، فيش حاجه، فيش حاجه. بقول لك ايه، هو انا مش عارفاك؟ ما تخليش الفار يلعب في عبي. وبعدين انا عايزاك في موضوع مهم. خير اديني، ما هو انت ما بتعرفينيش غير في المصايب. محروس ماله الزفت؟ هو احتل البيت ولا ايه؟ هو والبرميل اللي معاه ده. بقول لك ايه، يمشي دلوك حالا، الناس كلت وشي. ما تنساش انه كان جوز عمتي. حاضر همشيه من بكره الصبح، مش هتلاقيه في البيت. تحب امشيهولك من البلد كلها؟ الله 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 الله، لا لا لا، ده انت كده فيك حاجه، فيه انه وانا لازم اعرفها. قول هتقول ولا مفيده؟ مالها غراب البنت دي؟ مفيدة كانت حامل. كانت ايه؟ مفيدة كانت حامل. يا مسبتي يا مسبتي، اوعى تقول انها كانت حامل منك. حامل مني. يا مسبتي، بقول لك ايه، اوعى تكون بتخطط وبتست في كلامك عشان تجيبها هنا. لا طنقت على رجلك ورجلها. بقولك ايه، انا رميت طوبتك من زمان، روح لها يلا، روح لها. بقولك كانت يا متخلفة، كانت. كانت يعني ايه؟ يعني سقطت العيل. اشكرك يا رب، الف حمد وشكرك. يا عيني بنتك دي غلبانة، سقطت وهي عاملة ايه دلوقت؟ والله بقى معرفش، عمتي كانت معاها. يا مسبتي، حتى عمتي عرفت. ما انا ما لقيتش حد استنجد بيه في المصيبة دي غيرها. وانت زعلان يا فتحي؟ زعلان، شكلك بيقول انك زعلان.
احمد ربنا يا فتحي، ربنا ما بيجيبش غير كل حاجة كويسة. ده انت تصلي ركعتين شكر لله انك خلصت منها. بقول لك ايه، فرفش فرفش، ما تيجي نروح اسكندرية يومين، ايه رأيك؟ نبلبط في المية وناكل من الخلول. طب قول اه، قول اه يا فتحي. وزينب عاملة ايه؟ الحمد لله زين، ابقوا زورينا. أكيد. بقول لك إيه يا عادل باشا؟ أنا كلمت حسن في اللي أنت قلته. حلو ده، وقال لك إيه؟ هو يقدر يقول حاجة؟ حضرتك تيجي لحد عندنا وتطلب الصلح وأنا أقول لأ؟ وتبقى عيبة، ولا يا ريم هانم؟ لا معلش مش فاهمة أنت تقصد إيه بالظبط؟ عادل باشا جه وقال لي إن هو عاوز يلم الشمل تاني. شمل مين معلش؟ انت وحسن. ومين قال لك اني هرجع لحسن اصلا؟ لا 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 ليه؟ انت مش قلت لي ان انت راجل البيت والكلمه كلمتك وانت صاحب الامر والنهي؟ ريم خدي لبنى واطلعي على فوق. معلش يا حبيبتي اطلعي شويه فوق. بقول انت ولبنى كلامي واضح، اتفضلوا على فوق. اعتبر الموضوع انتهى خلاص. كيف يعني؟ صاحب دي الشأن جاي لنا مش موافقة، هناخدها غصب عنها؟ ده لا بنات ومروان، ده سيدي اللي عارفين. اه إذا كان ده لا بنات ماشي نستحمل. هي عندها حق، هي شايلة من اللي عمله حسن. بس هي كمان برضه غلطانة، مش عشان حسن ساب لها الحبل على الغالب تعمل اللي هي عايزاه. حق لها يا عادل باشا، وفهمها إن الست لازم تحافظ على بيتها وجوزها وتبقى تحت جناحاته، ولا إيه؟ زي ما قلت لك، اعتبر الموضوع انتهى وخلصنا منه. احنا بقى اخبارنا ايه؟ مش فاهم تقصد ايه؟ لا انت فاهم كويس قوي انا اقصد ايه. عادل باشا، انت بعت رجالتك تعس ورايا وعماله تلف وتدور عشان تعرف الحاجه موجوده في المخزن ولا لا؟ والحاجه اتنقلت. معلوم، معقول هسيبها كده عيني عينك؟ ما يصحش. ونقلتها فين بقى الحاجه؟ في امان. عصام كان عندك. كان عندك قبل ما يجي عندي. انت عمال تلف وتدور زي الطور اللي بيدور في الساقيه لا مؤاخذه، ومهما تلف وتدور هتفضل مكانك. ما تجيب من الاخر، عصام كان عاوز منك ايه؟ سيبك من عصام خالص. المهم انا وانت. انا عايز اعرف عصام ده كان بيقلفط في ايه؟ عصام خلاص، طالما ابتدى يلف ويدور عليك شويه وعليا شويه وهو مش عارف هيوصل ولا يحط فين، اعرف انه خلاص انتهى. والله عندك حق. أنا هبعت حسن ياخد لبنى، هي دي الأصول يا باشا. ينور ويهانس في أي وقت البيت بيته.